على فكرة بما أننا بنحكي عن الانسحاب مرات وإنهاء بعض العلاقات العاطفية وكيف الناس بتتصرف بالنهايات، أنا بعتقد أنه المرأة كائن محب بالفطرة وكائن معطاء بالفطرة كمان، وإنت إذا كنت شخص حنون تأسرها لهاي المرأة يعني. بس المرأة عمرها ما بتنسحب إلا إذا شعرت بمشاعر يمكن هي مو قادرة تلمسها، هي مو قادرة تحط إيدها وين الغلط، بس هي حاسة إنه في إشي غلط. هذا الشعور ما بعرف، بس أنا بحس إنه معظم النساء بيتصرفوا بيست عليه. يعني حتى لو طنشته حاولت توطي هذا الصوت، حاولت إنها ما تسمع هذا الصوت، بالنهاية بيطغى. فمرات يمكن هي ما بتكون عارفة تعبر ليش هاي العلاقة لازم تنتهي، بس هي من جوا في يعني هي قرارت نفسها حاسة إنه هذا الموضوع مش مناسب. بهاي الحالة كل حلول الأرض ما رح ترجع هاي المرأة، انسى الموضوع. يعني المحاولة مرات لازم نقبل كرجال إنه هاي القصة is not meant to be، انتهت خلص، ما في نصيب. بتصير، طب ما في نصيب يا ما عم. في نصيب، وين المشكلة بما في نصيب؟ هي بالقوة يعني. هل هل حدا بده يكون معك غصب عنك؟ هل بدك الشخص اللي اصلا انت وين الـ وين الـ المتعة في الحب، وين الكرامة لما انت تجبر الاخر ان يبقى معك على مضض وانت عارف ضمنيا بانه هو يا خايف منك يا حزنان عليك يا مش ملاقي بديل اخر؟ وين المتعة؟ شو هل هيك بتكوني انت يعني انتصرت؟ راضي. بعدين شوفي رهوفة، الست امتى بتنسحب من حياة الرجل؟ عندما يغيب الرجل عنها ذهنيا. صح. يعني انت لما تنسى عيد ميلادي، مش موضوع الهدية دائما احنا بناخدها من باب السخرية انه نسيت تجيب لي الهدية. انت نسيت عيد ميلادي يعني انت نسيت تاريخ مهم بالنسبة لي متعلق فيه، يعني أنا لا أعني لك الكثير. الاهتمام مش موجود طبعا. صح. ما بنسى بمقابلة جينيفر أنستن حكت عن فريندز، قالت إحنا عملنا 10 أجزاء من فريندز على ما أعتقد، بآخر جزء الفينالي عاملين زي احتفال إنه عم بيسكروا 10 سنوات من أعمارهم، وهو المسلسل يعني اللي كان الأكثر انتشارا بالعالم. براد بيت بوقتها أظن كان متعرف على أنجلينا جولي، هو نسي يحضر الحفلة، تخيلي، وهو من أهم إنجازات حياتها المهنية، هو نسي يروح. ففي مناسبات مهمة تتعلق بالست، إذا أنت نسيتها هي مش زعلانة على ما إلها أي أغراض مادية من زعلها، هي زعلانة لأنه مستوى الشعور قل لدرجة أنه أنت براسك صارت أولويتك أو أولويتها بحياتك رجعت إلى المنطقة الخلفية. قدام شو صار فيه؟ ما بنعرف، ما ندري مين عباه، ما ندري ما ندري.